خرجوا من أجل المطالبة بحقوقهم مطالبين نواب ميسان بعدما رأينا تسويفهم ومطالبة من قبل أغلب النواب ميسان وليس جميعهم بعدم تلبية مطالب الخريجين. اليوم وفي هذه الجلسة نطالب مجلس النواب ونطالب أعضاء مجلس النواب وخصوصا أعضاء ميسان بالخروج بمؤتمر صحفي لتبيان موقفهم اتجاه خريجين ميسان واتجاه اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء وإلى الآن إلا محافظة ميسان. ونطالب منكم تضيفونا بعقد أو تضيفونا بدرجات الحذف والاستعداد. هاي العالم ملت وهذه الطريقة أساساتنا وبعد ما نرجع ولا نرجع ولا راح نثني ولا راح نرجع. وهالمرة وقفنا هنا والوقفة الجاية انسى شركات النفط كلها كافي ملينا باعوا على الخريجين. يعني المحافظة الوحيدة 5000 سماها 22000 الديوانية 33000 وميسان 5000 بسبب خلافاتنا بيناتكم. ماكو أي إجابة. نوابنا كل شيء ما جايسون، مجرد بس يروح كتاب يجي كتاب. يعني إلا متى التعميش هذا؟ يعني كل واحد إلا صبر. زين علي دواي فاتح له 70 مدرسة، السبعين مدرسة ليش ما بي كادر؟ كادر نريد كادر، وين الكادر؟ مو صح لو لا؟ يس العمارة حاليا محتاجة 7500 كادر. يجي أريد تعيين. احنا تصميمي تصاوم داخل مجلس النواب. خلينا نشوفونا صورة حل أريد. Thank you.